السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة 24 الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم وبولياء أموركم. النهاردة بإذن الله هناخد الفصل الثاني في القصة، وقصتنا بعنوان عقبة ابن نافع. الفصل الثاني بعنوان عقبة في طريقه إلى برقة. هنعرف إن عمرو بن العاص هيبعت عقبة إلى برقة، تمام؟ بعد أن من الله سبحانه وتعالى على عمرو بن العاص وفتح الشام، ثم توجه بعد ذلك إلى مصر وفتح مصر وطهرها من حكم الروم. أقف عمرو بن العاص على شاطئ البحر المتوسط يفكر كيف يحمي الحدود الغربية لمصر من الرومان، وكان بجانبه ابن خالته الذي شاركه في الحروب في فتح الشام وفي فتح مصر. وتوصل عمرو بن العاص إلى أن يرسل عقبة ابن نافع إلى برقة، قال له سأرسلك في مهمة سيكون لك فيها شأن عظيم، وستكون أول خطوة في فتح إفريقية، وإفريقية اليوم هي تونس. فيرسله الإيه؟ إلى برقة على الحدود الغربية. كان رد عقبة بن نافع على ابن خالته عمرو بن العاص، قال له أنا تحت أمرك بالبلدي كده. فقال له هروح إمتى؟ قال له هتروح غدا. وبعد أن أذن المؤذن إلى صلاة الفجر، توجه عقبة بن نافع إلى برقة في عدد من الجنود في سرية. السرية دي عددها من 500 ل 400. رايحين فين؟ رايحين إلى برقة، برقة اللي هي النهاردة ليبيا. مين اللي عايش في برقة دي؟ القبائل اللي عايشة في برقة اسمهم البربريين، هم اسمهم كده. نزلوا ضيوف عند البربريين دول، وأخذوا يتجولون في هذه المدينة. عرفوا إن البربريين دول بيكرهوا الحكم البيزنطي. ليه؟ لأن الحكم البيزنطي كان ليه مساوئ. إيه مساوئ الحكم البيزنطي؟ كان بيفرض عليهم ضرائب كتيرة جدا، وكانت الأجور اللي بيديها لهم على الأعمال اللي بيشتغلوها ضعيفة جدا جدا جدا. عدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة مستقرة، كانوا بيغيروا على بعضهم وتنشأ الحروب. وبكده بينتهي الفصل معانا، الفصل الثاني. نقرأ الفصل ونفهم معانيه واحدة واحدة. الفصل الثاني بعنوان عقبة في طريقه إلى برقة، وإن برقة اللي هي ليبيا حاليا. ليه كان رايح برقة؟ عشان عمرو بن العاص هو اللي أرسله، ونفهم ده من الفصل. تأمين حدود مصر الغربية. ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، وقف الفاتح العربي عمرو بن العاص على شاطئ البحر المتوسط. أنت عارف البحر المتوسط ده فين؟ اللي هو في اسكندرية، أيوه، بالاسكندرية. بعد أن أتم فتحها وأجلى، يعني إيه أجلى؟ يعني أخرج، المضاد أدخل، وأجلى عنها الروم. يرسل نظرات بعيدة هنا وهناك على الأمواج المتلاطمة. كلمة أمواج متلاطمة التي يضرب بعضها بعض، الأمواج بتضرب بعضيها، التي لا تهدأ ولا تستقر. لم يكن منظر الأمواج وروعة البحر هما ما يشغل بال الفاتح. هو مش واقف عشان جمال الموجة، مش واقف يتفرج على الموجة وهي بتضرب بعضيها، وإنما كان يشغله معنى كبير. إيه اللي كان بيشغل عمرو بن العاص؟ إنه قد انتصر على الروم في الشام، وانتصر عليهم أيضا في مصر، وارتفعت راية الإسلام ترفرف على المنطقة كلها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولكن حدود مصر من جهة الغرب بحاجة إلى الأمن. يبقى هو كان خايف على حدود مصر الغربية، عايز يأمن حدود مصر الغربية من مين؟ من الروم، حتى لا يفكر الروم في غزو مصر من هذه الناحية. يبقى كان خايف إن الروم تغزو مصر من ناحية الغرب. مهمة عظيمة. ايه المهمة؟ يرسل عمرو بن العاص عقبة فيها. كان يقف في جوار عمرو بن العاص في هذه اللحظة ابن خالته اللي هو عقبة بن نافع، ورفيقه في حروبه ضد الروم بالشام ومصر. البطل المسلم عقبة بن نافع كان عقبة شابا في 22 من عمره. كان عنده كام سنة؟ 22 سنة. يعشق الجهاد في سبيل الله، ويرى متعته الكبرى في خوض المعارك. خوض المعارك يعني الدخول في المعارك تحت راية الإسلام، كما كان أبوه نافع بن عبد القيس بطلا من أبطال الفتوح الإسلامية. ده اللي هو أبو عقبة. أيضا أبو عقبة كان بطل في الفتوحات الإسلامية. التفت عمرو بن العاص إلى عقبة وقال له يا عقبة، ده أسلوب نداء، إنني اخترتك لمهمة سيكون لك بها شأن عظيم. إيه المهمة اللي هيكون لي شأن عظيم بها عقبة؟ هنعرف دلوقتي. وستكون أول خطوة في فتح إفريقية. إيه هي إفريقية؟ اللي هي تونس حاليا.
وإجلاء الروم عنها إلى الأبد. عايز يجلي الروم عنها إلى الأبد. رد عقبة والحماسة تنبض، يعني تنبض يعني تتحرك في كلماته. ما شئت يا أبا عبد الله. أبا عبد الله دي كنية عمرو بن العاص، زي والدك مثلا اسمه أبو محمد، أبو إسماعيل، أبو إبراهيم. أبا عبد الله دي كنية عمرو بن العاص. ماذا تريد مني؟ قال له عمرو: أريدك أن تذهب في سرية. السرية هي مجموعة من الجنود، عددها من 5 لـ400، في سرية صغيرة إلى برقة. برقة قلنا دي مكان، منطقة في ليبيا. سرية صغيرة إلى برقة، برقة دي منطقة في ليبيا. وتستطلع، كلمة تستطلع يعني تتعرف وتستكشف أحوال أهلها. فإذا كانت مطمئنة أسير إليها بجيش من خيار الجنود. إذا كان الأحوال مستتبة هناك أروح لها بجيش من خير الجنود، وأقوم بفتحها وأنشر فيها دين الإسلام. قال عقبة: أمرك يا أبا عبد الله، متى أسافر إلى برقة؟ أجاب عمرو: غدا إن شاء الله. توجه عقبة إلى برقة. عندما أذن المؤذن لصلاة الفجر في اليوم التالي وأدى المسلمون الصلاة، كان عقبة بن نافع وعدد صغير من المجاهدين في طريقهم إلى برقة زي ما أمر عمرو بن العاص. وبعد مسيرة أيام قليلة وصلوا، يعني كام يوم قعدوا ماشيين، بعد كده إيه، وصلوا إلى برقة. الناس اللي بتسكن برقة اسمهم البربر. وصلوا إليها ونزلوا ضيوفا على بعض القبائل البربرية، ده اسم القبائل اللي عايشة فين؟ في برقة. وراحوا يتجولون هنا وهناك، راحوا يلفوا في المكان يشوفوا إيه أحوال المكان، حتى تعرفوا أحوال البلاد، ما يشغل بال أهلها، وكيف يعيشون تحت الحكم البيزنطي اللي هو حكم الروم، ورأيهم في مساوئ هذا الحكم، إيه رأيهم في هذا الحكم البيزنطي؟ ولماذا يتذمرون منه؟ ليه بيزعلوا منه وبيغضبوا منه؟ مساوئ الحكم البيزنطي. دي الفقرة الأخيرة في برقة. عرف عقبة من خلال جولته بين أهالي برقة أن استياءهم اللي هو غضبهم وهم عندهم مساوئ ليه من الحكم ده، من الحكم البيزنطي، يرجع إلى كثرة الضرائب. ده أول حاجة. إيه مساوئ الحكم البيزنطي؟ أول حاجة كثرة الضرائب المفروضة عليهم. تاني حاجة قلة الأجور التي يتقاضونها، وعدم وجود قوانين. تالت حاجة عدم وجود قوانين تكفل يعني تضمن لهم حياة آمنة مستقرة. إذ أن بعض القبائل تغير، يعني تغير يعني تهجم على البعض الآخر وتنهب ما لديها من أموال ومتاع، علاوة على أن عدد من القبائل تمرد، يعني تمرد يعني عصى على الحكم البيزنطي، وحاول حكام الروم إخضاعهم بالقوة. في ناس تمردت على الحكم البيزنطي والروم أصروا إن هي تخضعهم بالقوة. طب حصل إيه؟ فشبت يعني اشتعلت بين الفريقين معارك ذهب فيها كثير من الضحايا. كده نكون خلص الفصل الأول، وانتظرنا في تدريباته.